فأول ذلك أن يستسهل الإنسان المصاعب التي تمر عليه، فإن الدنيا قد طبعت على كدر، والله جل وعلا قد جعلها محلا للمصائب والأكدار، ولو كان أحد سيسلم من مثل ذلك لسلم منها أنبياء الله عليهم السلام، فقد تعرضوا في حياتهم للأمور العظيمة والكبيرة، عذبوا وأوذوا في ذات الله جل وعلا. وأذكر في هذا الحديث الوارد أن طائفة من الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستظل بالكعبة، فذكروا له ما يقاسونه وما يواجهونه من الأذى، قال: فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا. وذكر لهم أن من قبلهم كان يؤتى بالمنشار فيفرق من رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دين الله جل وعلا.